نستهل نشرتنا من المغرب، حيث قال المدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام، قال إن خطورة الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بشكل متزامن بالأمس بمدن تمارا وصخيرات وتفلت وطنجة تكمن خطورتها في أن عناصرها كانت تستعد للقيام بعمليات انتحارية. احنا دائما في إطار الضربات الاستباقية ديالنا، في إطار اليقظة ديال المصالح الأمنية، المصالح الاستخباراتية، كيف أنتم عارفين المكتب المركزي للأبحاث القضائية راه تيخدم في تابع درع قضائي ديال المديرية ديال مراقبة التراب الوطني، وبالتالي كاين المصالح المركزية ديالنا اللي كتزودنا بالمعلومات فيما يخص النشاط ديال الخلايا أو الأشخاص اللي كيتبنوا الفكر المتطرف. فاحنا القضية ديال يظل الواحد على أن راح كاينة الجائحة ديال كورونا أن المصالح الأمنية راه غادا تغفل على الجانب الأمني، هذا خطأ، لأن كل مصلحة عندها خصوصيات ديالها وكتتبع المهام ديالها، وبالتالي حنا دائما الحمد لله على أن المصالح ديالنا دائما يقظة ودائما في كتكون في الموعد. فبالتالي كيف شفتوا بلا ما غنرجع سميتو البلاء وهذا، غنقول لكم بانه هذه الخليه اللي تم التفكيك ديالها البارح 10 سبتمبر، شخصيا كيف لاحظتوا تم تفكيك عده خلايا هنا سواء في المكتب المركزي للابحاث القضائيه او لا في الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه ملي كنت فيها، ولكن هذه الخليه بالضبط عندها واحد الخاصية، هي أنها رجعتني ملي كنا كنبحثوا من بعد الأحداث المؤلمة اللي وقعت في الدار البيضاء ديال 16 ماي، واللي كانوا فيها كيف ما كتعرفوا انتحاريين. وبالتالي حنا من بعد ما تلقينا المعلومات ديالنا من عند المصالح المركزية ديالنا اللي كيف كتعرفوا كدير واحد العمل جبار من أجل تتبع النشاط ديال هاد الأشخاص المتطرفين أو الخلايا المتطرفة، ومن بعد اجتماعات تحت إشراف السيد المدير العام شخصيا تقرر على أن هاد الخلية اللي بلغت واحد المستوى متقدم من أجل كانت تتهيأ للقيام واحد العمليات كانت لا قدر الله كون وقعت كانت غادي دير مآسي في هاد البلاد.